السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي منحة في تخصصات تكنولوجية اسمها منصة فلسطين التقنية من جوجل، بحيث ان المنحة دي ممولة بالكامل وفيها جلسات افتراضية مع ناس متخصصين خبراء في المجال يوجهوا الدارسين، وفي ورشات لتطوير المهارات الوظيفية والتعرف على شركات وموظفين عالميين في المجال يتمنى من اخواننا في فلسطين ان هم يقدموا فيها. في برمجة الذكاء الاصطناعي مع البايثون، في مقدمة في البرمجة، في البرمجة وعلم البيانات، في الفرونت اند ويب ديفلوبر، وفي مقدمة للتعلم الآلي، وفي داتا اناليتيك. ودي الخريجين السابقين، ودي اي اسئلة هتقدر ان انت تلاقيها. رحلة تعلم مع يوديسي، مين اللي ممكن يلتحق بالبرنامج؟ سكان فلسطين اللي ليهم خلفية في علوم الكمبيوتر من المبتدئين للمتوسطين، وان شاء الله يعجبهم البرنامج كمان ان شاء الله. ممكن تقدم في كذا حاجة لكن هتتقبل في واحدة بس. اتمنى نشاركها مع اخواننا في فلسطين بإذن الله.